بلدية برهوم بولاية المسيلة المقصد الرئيسي للزبائن من مختلف ولايات الوطن بسبب نوعية اللحوم الحمراء. احنا نسكن في مدينة بريكة، ومدينة برهوم معروفة باللحم تاعها المليح. نخليو ديفو نجيو من تزايا من وها من بلايص بعاد نجيو نعقبو على برهوم باش نديو اللحم نروحو، استما ما نشريوش بلاصة اخرى نشريو منها. ومام طو يعني النوعية مليحة، يعني اللحم الهون تاع النعجه ولا الخروف صالح في الجبل ماكل حاجه مليحه. انا واحد من الناس عندي 5 سنين و6 سنين طول نشتي منها، نخلي نكون في الجزائر بلاصه بعيده نعقب على برهوم نرفد اللحم. كيما دوك انا جاي من يعني جاي من تيرت، جيت من نعقبت لبرهوم ندي اللحم ونروح. زيادة الطلب على لحوم بلدية برهوم خلال الشهر الفضيل أدى إلى ارتفاع أسعارها، هو الأمر الذي أثار قلق الزبائن. احنا عندنا الأسعار في رمضان ولا في غير رمضان تبقى تقريبا نفسها، وشيء نقولوا تغير طفيف يرجع الارتفاع الماشيه في الاسواق. طبعا راحت الزياده، حتىش حنا عندنا في رمضان كيوصل رمضان التجار تاعنا واش نقولوا ربي يهديهم ان شاء الله. وبين هذا وذاك يبقى المواطن يعيش على امل ان تتخذ السلطات المعنيه اجراءات تخفف عنه اعباء الحياه ولو بشكل بسيط.